أصدرت حركة المقاومة الحمساوية صباح اليوم بيان بتعلن فيه فشل الزحف البري الإسرائيلي على قطاع غزة. البيان جاء فيه: نزف لأبناء الأمة العربية فشل الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة عبر 3 محاور، وهناك خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد. نشطاء فلسطينيين عبر منصة تويتر أعلنوا أن غلاف غزة اتحول إلى مقبرة للدبابات، حيث حصدت المقاومة الفلسطينية ما يزيد عن 20 دبابة حتى الآن. ونقل بعض النشطاء الإسرائيليين نفسهم ما أسموه تسريبات داخل الحكومة الإسرائيلية أن هناك مراجعة لقرار بدء الزحف البري وسط أنباء عن وقف هذا الزحف خلال ساعات. الكلام نفسه جه بأشكال مختلفة من الصحف والقنوات الإسرائيلية اللي أكدت أنه محاور الاقتحام البري الثلاثة كانت عبارة عن كمائن محكمة للدبابات وأجبرت القوات الزاحفة على التراجع. ورغم ان متحدث جيش الاحتلال قال مفيش الكلام ده واحنا دمرنا 150 هدف تحت الارض وقضينا على العشرات من قيادات المسلحين وقواتنا اللي دخلت ما زالت في مواقعها، الا ان نشطاء اسرائيليين نشروا صور لدبابات اسرائيلية مدمرة داخل القطاع، لدرجة ان بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية قالت ان خسائر جيش الاحتلال وصلت لاكثر من 300 جندي اسرائيلي الليلة اللي فاتت لوحدها. من ناحية تانية، جبهات الشرق الأوسط كلها اشتعلت فجأة. الميليشيات الموالية لإيران في سوريا والعراق بأوامر من روسيا أو حتى من الصين بتقوم باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في البلدين. غرض روسيا أو الصين هو إلهاء وتوريط أمريكا في الشرق الأوسط مرة تانية. ويكفي أنه منذ بداية طوفان الأقصى كل الاهتمام الأمريكي في التسليح والسياسة والدبلوماسية وحتى الإعلام انسحب من أوكرانيا والشرق الأقصى إلى إسرائيل. الاستهداف في الساعات الأخيرة شمل القاعدة الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية ومحافظة الحسكة السورية، علما بأن أمريكا قصفت مواقع تابعة للميليشيات دي في محافظة البوكمال أول امبارح. ويمكن فكرة أن التصعيد في الشرق الأوسط مفيد لروسيا والصين هي الفكرة اللي ممكن نعرف في سياقها زيارة وفد حماس الأخير إلى موسكو وهذا الاستقبال الحافل. لسان حال روسيا طالما حركات الإسلامويين سواء داخل القطاع أو التابعة لإيران في سوريا والعراق واليمن ولبنان هي جماعات وظيفية في الأساس، فلما لا تقوم روسيا بتوظيفهم لحسابها هذه المرة؟ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ما طالب بتحالف دولي لهزيمة المقاومة في غزة لم الدور بعد ما جه مصر وسمع الحقائق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهكذا أسقطت مصر هذا الاقتراح اللي كان في الأساس اقتراح دولي مطلوب من فرنسا تسوق له وتنفذه. ودلوقتي ماكرون بعد ما خرج من زيارة الرئيس السيسي بيطالب بتحالف دولي إنساني لنجدة قطاع غزة. بالنسبة لينا في مصر في موضوع مهم عاوز أتكلم فيه، خصوصا للناس اللي بتقول يلا نحارب واحنا ساكتين ليه لغاية دلوقتي، وللي بيزايدوا على دور مصر. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال جملة مهمة قوي يوم العرض العسكري وكررها تاني في مؤتمر اتحاد الصناعات النهاردة: الجيش المصري لحماية حدود مصر وأمن مصر القومي ومقدرات الشعب المصري. هل ده معناه تخلي مصر عن القضية الفلسطينية؟ أنا عاوز هنا أوضح حاجة مهمة جدا، إنه في كل مرة بيحصل فيها فصل جديد من فصول الأزمة الفلسطينية، خصوصا لو جولة بثقل 2023، بنشوف ظاهرة غريبة جدا انه سوفت وير او قل عقلية او وعي المصريين الجمعي في التعاطي مع القضية الفلسطينية هو ابن الادبيات الاسلاموية بشكل خاص، مهما كان الفرد ده بعيد عن الجماعات الاسلاموية او المجتمعات المحافظة. يمكن هو نفسه مش فاهم ده انه بيردد مقطع من نشيد اخوانجي جهادي ما. ده موضوع بيبان في صفحات وشخصيات شديدة الوطنية والقومية ورافضة لمؤامرة الاسلامويين، وده بيوضح انه لسه قدامنا كتير علشان نتخلص من ادبيات الجماعات السرية وصوابية الاخوان السياسية، واننا نقدر نمصر الاهتمام بالقضايا الاقليمية وحتى العربية والاسلامية. الغرض من ده مش نبذ القضية او الابتعاد عنها، بل العكس، ولكن اننا ننظر ونفهم ابعاد القضية الحقيقية لما تشوفها بمعيار مصري من غير فلاتر الاخوان والمخابرات البريطانية اللي صنعت الاتنين، الإخوان والقضية. يعني إيه الكلام ده؟ البعض بيظن إن الدعوة لفكر القومية المصرية يعني فصل مصر عن محيطها العربي والإسلام، بينما في واقع الأمر مصر ذهبت إلى الشام لحماية أمنها في زمن تحتمس الثالث ورمسيس الثاني
وكانت أغلب دويلات ما يعرف اليوم بسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وحتى الحجاز تحت الحماية المصرية ضد الإمبراطوريات العراقية والفارسية، وده لعدة عصور. مصر ذهبت إلى شمال الجزيرة العربية أو ما يعرف اليوم بشمال السعودية في زمن رمسيس الثالث من أجل حماية أمنها وقضاياها. مصر ذهبت إلى الجزيرة العربية والشام من قبل أن يوجد حتى ما يعرف بالعروبة أو الأديان السماوية الثلاث. وبالتالي فإن الأمن القومي المصري والقومية المصرية لا تعني سلخا مصريا عن تلك القضايا كما يتوهم البعض، ولكن تعني أن القرار المصري في هذا المحيط لا ينبع إلا من أمن مصر القومي ومن حسابات مصرية خالص. ولكن مشكلة القومية العربية والوحدة الإسلامية هو الابتزاز لمصر من أجل أن تذهب إلى الجحيم مقابل تلك القضايا، وأن يكون القرار المصري نابعا من مهيج الجماهير في دمشق وبغداد أو ربما طهران لو لزم الأمر. عشان كده هنا يجب أن يفهم هؤلاء أن مصر بتمارس هذا الدور وفق سياستها وحساباتها من قبل حتى وجود العرب أو الإسلام أو المسيحية أو اليهودية، وإن مصر هي التي تختار معاركها وتوقيت معاركها، وليس خطباء القومية العربية أو رومانسية الوحدة الإسلامية والعربية أو حتى العدو. ارجعوا للتاريخ هتلاقوا أنه من ابتكر القومية العربية والإسلام السياسي في القرن ال19 كانت المخابرات البريطانية لضرب الدولة العثمانية من الداخل، ولاحقا أصبحت أداة ابتزاز لشعب وجيش ودولة ورئيس مصر، وأصبحت طوق بيحاولوا وضعه على رقبة مصر وجرها إلى معارك وجولات تستنزف رصيدها السياسي والعسكري والاقتصادي. وبالتالي يجب أن نعرف أن كل دعوات دفع مصر للحرب أو اتهامها بالتخاذل في التعامل مع القضية الفلسطينية أو ما يسمى بالقضايا العربية ما هو إلا إرث المخابرات البريطانية في رؤوس البعض عبر عملائهم في صفوف القومية العربية والإسلام السياسي. فمصر لا تلام أبدا على أخطاء شعوب وحكام آخرين، ولا يوجد في العالم أجمع دولة تلام على أخطاء حكام وشعوب آخرين. مصر لا يتم استدراجها بالعواطف العربية والإسلامية إلى أي معركة، بل هي من تختار متى تحارب ومتى تلعب سياسة، ولا تخضع لابتزازات عاطفة القومية العربية وإرهاب الإسلام السياسي. وتاريخ الشرق الأوسط في آخر 200 سنة بيوضح بجلاء دهاء الفخاخ التي نصبت لدول عدة باسم العروبة والوحدة الإسلامية وخرجت ولم تعد من سنين وهم عايزين يستدرجونا لمعركة معينة، وده مش مسموح. حدوتة مصر للعرب ومصر تموت بس القومية العربية تعيش، دي نقطة تم دفنها في حرب أكتوبر 73 لما الزعيم أنور السادات سن سياسة مصر أولا وانتصر للقومية المصرية على حسابات القومية العربية، خصوصا زي ما ذكرنا أنه في قوة دولية بتدفع المنطقة للانفجار لمصالحها هي وليس لمصالحنا إحنا. ولكن في نفس الوقت في إدراك عميق ودقيق داخل أجهزة الاستخبارات المصرية والجيش المصري في تشخيص وتحليل ما يحدث على حدودنا، لأنهم بوضوح عمق أمننا القومي. وبمجرد ما الأمور تهدد أمننا القومي هنا هتلاقي المارد المصري يتحرك بقوته الشاملة لحماية أمن مصر القومي وبشكل استباقي كمان حتى لو نقلت مسرح العمليات خارج حدودي. مصر لديها جيش قوي هو الأقوى في الإقليم، وكلكم شفتوا من يومين في العرض العسكري لفرقة واحدة لجيش واحد من جيوش مصر هو الجيش الثالث الميداني. الفرقة الرابعة المدرعة دي لوحدها قادرة على تحويل منطقة الكيان لجهنم. ولكن احنا حتى الآن متبعين سياسة تطويق الأزمة سياسيا في محاولة لمنع اشتعال الإقليم، وبنتحدى أمريكا ومعظم دول الغرب لوحدنا، وقدرنا نكسر الحصار وندخل المساعدات، وفي كل المحافل الدولية عمالين نضرب السردية الإسرائيلية والغربية في مقتل، وكل ده وعارفين إننا هندفع ثمنه خصوصا اقتصاديا، ومع كده مستمرين في دعم القضية ومنع تصفيتها ووقف العدوان. صحيح قوتنا العسكرية قادرة بفضل الله على حسم أي مواجهة لصالحنا، لكن أي حرب ليها فاتورة، وإذا كان في أمل ولو 1% إننا نتجنب المواجهة هنفضل متمسكين بيه للنهاية. لكن في نفس الوقت عندنا خطوط حمراء لو حد تعداها بس محدش هيعرف يوقفنا. الخط الأحمر بتاعنا أمننا القومي وتنفيذ مخطط التهجير. أول ما خط من دول يتم مسه بس هتلاقي الجيش المصري طوى الأرض على من فيها، ومصر حذرت وبتحذر من تنفيذ المخطط الإسرائيلي بالتهجير
وكل الخيارات متاحة والقوات المسلحة المصرية جاهزة تماما للتعامل مع كل السيناريوهات بما فيها السيناريو العسكري والقوة إذا لزم الأمر لحماية الأمن القومي المصري. عشان كده يجب على جميع الشعب المصري الآن التوحد خلف قياداته وحماية الجبهة الداخلية، لأنها هي الأساس لنجاة مصر من هذا المخطط الشيطان. الحكمة والهدوء والجاهزية لكل الاحتمالات يجب أن تكون هي أساس التعامل مع أي حدث من هذه اللحظة وحتى إشعار آخر. وتذكر اللي بيهزمك مش هو اللي بيحاربك، اللي بيهزمك واحد عامل نفسه بيحارب معاه. المبهر إن رجل الشارع العادي تحسه فاهم عن كل مدعي الثقافة والفكر والصحافة والإعلام والبحث والعمل الأكاديمي الغارق في السكريبتات الناصرية والديباجات الإخوانية وأدبيات الجماعات السرية. لسه قدامنا كتير في حرب الوعي. حفظ الله مصر من كل سوء وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.